طيب البطاطا المسلوقة. نحن من طلعتنا من القلعة لازم نشتغل شغل جديد وللناس كلها. شو بدنا نشتغل عليها؟ تعرف بعدين. بس يستر عرضك يستر عرضك، أنا بيتوب لله وبطلت اشتغل بالقلقلة معك. ها لا ما حنشتغل قلقلة. قال شو رح تشتغل؟ اسمع، بدنا نشتغل شغل نظيف لا نأذي حدا ولا حدا يأذينا. شغلة نظيفة بس سيدي انت بتعرف تشتغل هيك شغلة؟ انت بتعرف انه انا بدي ادفع لك ليرات ذهب كتير مشان يسقطوا حقهم عنك اهله المختار اللي قتلته؟ بس سيدي انا قتلته بأمرك. ولك خلاص خلاص لا ترفع صوتك. سيدي انت قلت اللي قتله انا رحت قتلته للزلمة. ولك يبعت له قصه لسانك فهم؟ انت بدك تشتغل تحت ايدي كل عمرك، تعرف ليش؟ بس لانه رح طالعك من القلعة براءة. شو براءة سيدي؟ لا اذا براءة رح ضل طول عمري خدامك، هيك اختلف الحكي، فرق كتير. لكان خلاص. حاسه بوجع شيء؟ عم يوجعك شيء؟ لا بس شوي تقل براسي. أي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طبعا انا لازم اشرح لك شو عملت. تفضل دكتور. مثل ما قلت لك انا اعطيتك ابره ومفعولها ببلش بعد حوالي ساعتين وشوي، وبعدها بحرك عليك الاجهاض. بس لازم كتير تريحي حالك وما تتحرك كتير. ان شاء الله دكتور. انا رايحه من هون فورا على البيت. ايه تمام، روحي على البيت وريحي حالك، واي شيء بصير معك خلي اهلك يجيبوكي لهون فورا. ان شاء الله. شكرا دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا انا هيك بشو بكون غلطانه يا ام سليم؟ عداك العيب يا عزمي يا خانو، بس يمكن يمكن شو ام سليم؟ يعني بالدنيا كلها ما في حدا بيغلط؟ انت ما بتغلطي؟ بلا، بس غلط عن غلط بيفرق. وابنك لا تاخذيني بهالكلمه، غلطه كبيره، دم، والدم ما بيروح ولا بينغفر شلون من كان. إذا الله من عالي سماء بيعفو وبيغفر الخطأ، أنتوا ما بتسامحوا ابني؟ والله ما بعرف شو بدي أحكي معك، ماني عرفانة شو أقول لك. من جهة أهل الحارة الحق معه، من جهتك أنت أنا بعرف أنت أم، والأم لما ابنها بيبعد عنا أو لا إله إلا الله. خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. ما حدا بيعرف بحالي إلا رب العالمين. عموت باليوم 100 موتة والله. الله يفرج عليك. الله يفرج علينا كلنا يا رب. ولك شفيقة وين الضيافة؟ يلا أمي. شري علي الله يرضى عليك يا جماعة. هذا الأخرس حلته عندي، عيشته كلها على حسابي، وشو ما طلب أنا سدادها. كتر خيرك يا أبو هاشم. الحمد لله كله من فضل رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، بس لازم نلاقي له حل. يعني بده يضل قاعد عنا بالحارة لبين ما نلاقي له حارته. قصدك نلاقي له قرنه ينام فيها محمود؟ لك لازم نلاقي له قرنه ينام فيها وشغله ياكل ويشرب منها. شو بنا بعزول ايه ساكت؟ احكي لك كلمه يا جماعه. قبل ما نلاقي حل لقصه الاخرس خلينا نلاقي حل لقصه الحاره يلي ما فيها كبير لهلا. يا جماعه انا بقول
انه لازم نلاقي حل اكثر من شغله بالحاره. اولهم شغله المخترعه، ومين يلي لازم يستلمها. اي والله معك حق يا ابو صافي، وانا جاهز يا جماعه. تفضلوا لعندي على البيت اليوم بعد صلاه العشاء وبنحكي بالموضوع. معناها اجتماعنا عند ابو عزه اليوم بعد صلاه العشاء. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلين وسهلين. بس طولوا بالكم يا جماعه، لسه ما لقينا له حل للاخرس. منشان الاخرس اليوم بنلاقي له حل. اجتماعنا عند ابو عزه. بنلاقي له. مثل ما بدكم. مع السلامه يا رجال. السلام عليكم. مع السلامه. يا الله. يعني بدك يعني روح لعند سعاد خانو وإلا أن عزمية خانو مستعدة تدفع 1000 ذهبة مقابل أنه تصفته على مظهر بيه. وأنا مو طالبة منك أكثر من هيك يا أم عزو. نيال من صالح اثنين متخانقين، أجره عند الله كبير. مزبوط عم بحكي ولا مو مزبوط؟ مزبوط عزمية خانو. أنا من جهتي ما عندي مانع روح معي، بس بدك تعذريني، ما بخطي خطوة برات البيت بدون ما أحكي مع جوزي. إيه أكيد أكيد طبعاً. إيه بس يعني معقول أخي أبو عزو يقول لا وما يوافق؟ والله ما بعرف، بس يعني هي صلحة وفعل خير لكل الناس ولإلك كمان، لازم يوافق. إيه إن شاء الله خير. معناتها بيجي لعندك ومنروح سوا لعند سعاد، بركي بيمشي الحال على يدك. منقول إن شاء الله بيمشي الحال. يلا بالإذن تقبريني. إذنك معك يا حبيبة قلبي. ميت أهلين وسهلين. شرفتي وقدمتي. الله يصلحها هي وابنها. لا تقولي هيك لك امي، ما في اصعب على الام انها تشوف ابنها عم يروح من بين ايديها. اي والله يمكن تموت تطيق. اي والله معك حق يا مو، الله يحمل معه. امين يا رب العالمين. عطيتيها دواها لكامله؟ اي يا مو، اخذت الدواء ونامت. الله يشفيها ويعافيها يا رب. امين. شبك يا مو؟ شبك؟ ما فيني شيء. قولي على قلبي، قولي على طولي، ليش عم تبكي يا مو؟ عم يجعك شيء؟ لا يا مو، أخذت إبرة وبس يروح مفعولها برتاح. قولي على قلبي، شو هالإبرة اللي أخذتيها يا مو؟ ليش؟ إبرة؟ إبرة شو؟ الولد رح ينزل يا مو. الولد رح ينزل؟ يا مو أنا تعبانة كتير، هالشي كان لازم يصير من ساعة ما عرفت إني حبلة من مصر. لك أخ منك، أخ منك ومن راسك اليابس، أخ منك أخ. سلمك. الله يخليك. يلا درمي. صياح عليه جملو، هذا الأخرس وضعه مو عاجبني، شو رأيك؟ والله بيني وبينك وأنا كمان مو مرتاح له. بس أنت ليش قلبك نائزك؟ يا أخي قلبي نائزني لأنه بالعقل، واحد بهذا العمر قد ما كان مخه طائق ما رح ينسى مين رباه ومين أهله ومين دار باله عليه. مزبوط عم تحكي درار، لأنه أنا كمان هيك عم فكر. هلا المهم جملو، نحن ما لازم نقيم عيننا من عليه لحتى نتأكد منه. هو هيك، هو هيك. لم علينا عبيدك يا رب. مرحور أنا الريان. بطاطا
بطاطا بطاطا بطاطا بطاطا. استغفر الله العلي العظيم. وردي قومي خليني ساعدك ترتاحي بأوضتك. قومي يا مرتي. تعالي 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 على على محلك يا أمو على محلك. شبك يا أمو. وردي وردي بسم الله. ولا تعطي ولا تقولي مرت عمي يا قلبي يا مرت عمي بتنزو لك هذا النزو يقول يا أمو. شوفي يا أمو شوفي يا أمو ولي على طولي يا أمو. أو أمو ما هتلحتون خلينا ناخد عمي. لك شبه وردي بس محليني شبه يلا يا أمو ساعديني الله يوفقك. يلا 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 ساعديني مرت عمي ساعديني يا أمو. يلا يا أمو يلا يلا يا مامي يلا يا ابني يلا يلا بنتي يلا يا بنتي ما بنتي ما بنتي قولي انا عبدي يلا يا قطيع. حسبنا الله ونعم الوكيل على هيك عملي عملتها وردي. ايه الله بيعطي الحلاوه للي ماله سنان. وحده رب العالمين بيطعم الضنا بتقوم بتروحه يخرب بيت قلبها شو مجنونه. شفتي شفتي يبعت لحمه وداء ان ارزان شلون روحت هالولد وهي ما فيها شيء. انت قومي قومي من وشي تضربي على هيك خبر جبتي لي اياه عند الصبح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهيره خانو هلا رب العالمين بيسامحها على عملتها. عملتها كبيره وكبيره كثير بحق رب العالمين. يخرب بيتك على هالعمله فوت يا فندي. انت لازم تسمع ولا كلمه يا فندي. ولا كلمه ليش جايبه لعندي لهون؟ خذوا على النظاره يلا خذوا على النظاره مشان ما بسمع ما بسمع خذوا بقى بدي اسمع صوت اللي عندي لهون يلا يا فندي بس يخرب بيتك على هالعمله. شلون بتعمل هيك منها لحالها بدون ما تستشار حدا؟ هي إرادة رب العالمين يا خانم. يخرب بيتها راح الولد يا فهمي راح الولد. ابعت لي حمى يا رب دخيلك راح الولد. لا 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 يا مو انا ما عاد اتحمل النوم بدي بقى ادور لك على وحده تانية تخطبها. شلون بدك تخطبي لي وحده تانية وانا خاطب يا مو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا مو ابو عزو شكله ما بده يجوز بنته. شلون يعني؟ يعني ابو عزو من الاخر لو رضيان فيك امي ما كان اجل كل هالوقت. لا يا مو ابو عزو ما هو حق ياجل عرس بنته لانه شايل خاطر لرجال الحاره اللي استشهدوا. يا مو اللي مات ما عاد يرجع والحي أبقى من الميت. معلش يا مو معلش خلينا نستنى عليهم شوي بلا ما يقولوا بكرة علينا ملعبين. بعدين يا مو ما بدنا يطلع البنت سمعة مالة منيحة. ايه والله مزبوط يا مو إذا كان تركتها الناس بتحكي أشكال ألوان عليها. معك حق. ايه ها هذا حكينا. ايه بس لازم نعجل بالعرس بقى تقبرني بدي أفرح فيك وشوف ولادك. الله كريم يا مو الله كريم. اي والله الله كريم. والله لا حوله على القلعه والله لا اجله. والله بيستاهل يا مو بيستاهل. اي والله اللي سواه شيء كثير كبير. يخرب بيته على العمله مجرم هذا مجرم. ليش هو مو حكيم سلفي؟ واذا حكيم شو الحكيم ما بيفهم ما بيسال ما بيقول له وين جوزك وين اهلك ما بيتاكد انه الولد ميت ما له ميت شو على كيفه بينزله. اي معناتها الحق على اختك كمان. ولو كان امي ولو كان هذا الشيء اللي عمله ما بيزبط حتى شرعا. معناتها هي قاتله مثله مثله. لك قاتله وستين قاتله قاتله انت فهماني. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا ريت هذا الولد كان إلي، والله اللي شلته بين عيوني وجبت له اللي بده اياه. شو ابو هاشم بدك اولاد؟ اي والله بدي اولاد. شو ناطر ابو هاشم؟ طيب ما تجيب اولاد؟ حرمتي ما عاد تنفع للحبل، شنو المرض منعها تجيب اولاد. اتجوز ابو هاشم اتجوز، يعني البركه انت قادر تصرف على اربع نسوان. الله عليك. لشوف لشوف شو الله كاتب لي. الله كريم. الله كريم. الله كريم. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. يا الله صحة وغنى إن شاء الله. تفضل سيارة. أهلا وسهلا. نور البيت. أهلا بعزو. وهي أحلى كاسة شاي إكرك عجم لعمي أبو حكمي. يسلم ايديك شاياتك ما بيتقلدوا. فلان يا فلان شايات ابو جواد. ان شاء الله صحه وانا دمعه. والله دمعه. مسكين على هالنومه اللي نايمه مسكين. يا سيدي الله يكون بعونه. ايه ونعم بالله يا حبيبي. الله يرضى عليك، دير بالك عليه. لا يا عمي ابو حكمي. شلون ما بدي دير بالي عليه؟ راح خليه نايم جنبي طول الليل، وبس يطلع الضوء إيه؟ راح فيقه وابعته لعند عدلي. ايه ابعته لعند عدلي على القهوة، يعني بركي هيك الله بيطعمه رزقه ان شاء الله. يا رب. بدك تسلم لي على هالشايات. ان شاء الله صحة وانا. شي دمع والله. يا جماعة برجع وبقلكن الحارة بدون مختار ما بيصير تضل هيك. بعد ما توفى مختار أبو عامر الله يرحمه والله. ما هيك يا رجال؟ صح والله. طيب مين برأيك خارج يستلم مختار ويستلم الحارة ويكون أمين على الحارة وعلى ناسها يا أبو عزو؟ أي واحد مننا؟ نحن كباريت الحارة، وأكيد بالحارة كلها ما في مين أكفأ مننا وأحسن مننا لأنه نستلم المختارة. أنا بالنسبة إلي متنازل على المخترة لكم. معناها ما ضل عنا غير أبو سليم وأبو حمدي وأبو صافي وأبو عزو. أنا يا شيخي بسحب إيدي. وأنا بالنسبة لي ساحب إيدي من الموضوع كلياته، وبرشح أنا أبو عزو أبو سليم. معناها ما ضل عنا غير أبو سليم وأبو عزو، واحد منهم لازم يكون المختار. يا شيخي أنا مستعد استلم المخترة. شو عم تحكي أبو عزو؟ وليش مو أنا؟ الشغلة واضحة يا أبو سليم، ما بدها اثنين يحكوا فيها. أنا أكفأ منك وأحسن منك للمخترة، لأني بعرف كل أهل الحارة وكلهم بساعدهم. إيوة بس أنت اللي عم تساعد أهل الحارة وغيرك لا. نحن ما عم نساوي شيء للحارة بلوم. ما أعوذ بالله، أنا ما قلت لحالي، البركة فيكن وبأهل الخير كمان، بس يعني أنا أكثر واحد بدير باله على أهل الحارة وبساعدهم. إلا أبو عزو هالكلام هاد مردود عليك، أنا ما بقبل فيه بنوب. تصطفل سيدي، أنا رح استلم المخترة إن قلت إيه وإن قلت لا. مو على كيفك أبو عزو. لا سيدي على كيفي. لا مو على كيفك، بكرة بتشوف شو رح يصير. شو رح يصير يعني؟ إيدك ما تعطيك. إيوه ماشي يا أبو عزو، خدي طريق. هو هيك. طول بالك أبو سليم. طول بالك. طول بالك يا جماعة. أنا كمان يا عمي. السلام عليكم. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يكلك تحشي، المشكلة ما راح تكبر بينا. الله يجيب العوائب سليمة يا رب. آمين آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين. ليش عم تسألي شو صار معي يا أم هاشم؟ مو مشان شيء ابن عمي. خايفة يتجوز عليكي؟ احكي، خايفة يتجوز عليكي؟ ابن عمي الله سبحانه وتعالى كرمنا بهاشم بعدي اسمه، وانا رضياني فيه. بس انا مو رضيان يكون عندي ولد واحد، وانتي بالذات بتعرفي قديش انا بحب الاولاد. بعرف والله بعرف. هلا فضيها سيري، قومي حطينا لقمه ناكلها. قومي.
حاضر. صياح روح ناديلي لأبو سليم بسرعة. ليش يا خانو؟ بدي أحكي معه ضروري. على رأسي. خير أمي؟ شو بقى أبي؟ متخانق هو وأدوات الحارة مشان المخترة أمي. أيوة، ومين مو عاجبه أنه أبي يصير مختار؟ أبو سليم يا ما أبو سليم. أبو سليم أكيد حاطط عينه على المخترة، فكر حاله أحسن واحد بالحارة. أي والله مزبوط. أي وأبي شو بده بوجعة هالراس؟ والله بكرة لا يحمل همة بعدهم، ناقصه هو أبوك قد الحمل والعفاف. ما حكينا شيء أخي بس ولا كلمة. سدي بوزك ولك. إذا من هلأ بلشتوا تتخانقوا يا أبو سليم، شو رح يصير بكرة بيناتكم؟ والله أنا ماني مانع إنه أبو عزة يكون مختار الحارة، بس مو الأصول إنه يأخذ موافقة الكل من بيناته موافقتي أخانه. طالما الكل وافقوا على أبو عزة لازم أنت كمان توافق. لا يا خانو، ما رح وافق. بدك توافق يا أبو سليم؟ شو؟ ولا بدك يانا نتفرق يا أبو سليم؟ الفرنساوي قاعد ببلدنا وفوق صدورنا، عم ينهب رزقنا وعم يقتل أهلنا وناسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ما بريد أكيد يصير عم تحكي يا خال، بس أبو عزو مو غرض يكون مختار الحارة. طيب خليه يجرب حاله، وإذا ما نفع بترجعوا وبتجتمعوا وبتتشاوروا وبتختاروا واحد منكم، ويمكن انت تكون المختار يا ابو سليم. بس يا خانو. يا ابو سليم بدنا ننهيها من هلا ونحط ايدينا بايدين بعض. ماشي شايره خانو، باذن الله ما بيصير لك الخير ان شاء الله يا ابو سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاوز شيء يا خانو؟ سلامتك صياح. الله يخلينا اياك ويديمك فوق راسنا يا اصيله يا بنت الاصول. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك يا كلابا أخيلك يا أمي. مشان الله يا أخي، مشان الله تطالعوا من السجن، مشان الله ترجعوا لبيته. لك وإلك عين تحكي. خرسي خرسي، ما رح طلعوا من السجن، وكل يوم بده يرفعوا فلقة لحتى يحرم يعمل هالعملة مرة تانية. صدقني يا أخي هو ما دخله، أنا أصريت عليه كتير لحتى يوافق، بعدين قلت له إنه الولد ميت ببطني. بكل الأحوال ما كان لازم يعمل هالعملة، عم تفهمي؟ القصة مو لعبة. يا أخي أنت ما بصير تحبسه، لأنه أنا كتبت له تعهد إنه أي شيء بيصير فهو مسؤوليتي أنا. تعي علميني شغلي، تعي. بعدين أنا قريت التعهد وحسابي معك بعدين مو هلا. حاسبني شلون ما بدك، بس طالعه من الحبس. وردي خلصنا خلصنا. يا أخي أنا ماني متحملة حس بعذاب الضمير مشانه. هلأ رح تحسي بعذاب الضمير مشان الدكتور، وما رح تحسي بعذاب الضمير مشان ابنك اللي مات. لك والله ما عم صدق. ولك أختي ما عم صدق. ولك أنت أختي، ولك أختي الطيبة الحنونة، لك اللي بيطير عقلك من الولاد تقتلي لأبنك. شلون زبطت معك ولا كردي؟ شلون؟ الله يسامحك ويهديك يا بنتي على هالعملة. الله يسامحك. خلص يا عمو، خلص الولد راح. بعدين أنا ما بدي ولد يكون أبو مظهر اللي قتل أبي.
معك ان شاء الله. مطيعه مطيعه تقبريني. امي شو صار لك؟ في على عمتي ان شاء الله. امي 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 اجي على الكرسي تقبريني. امي رح البس ملايتي وجيب الداعيه من سعيد. خليك تقبريني عمتي. سعيد انا شهيره. اهلين شهيره خانم تفضلي. لا مستعجله حطي ملايتك وتعي معي. خير شو صاير؟ مطيعه تركتها بالبيت لا من تمها ولا من كمها مو حاسه على شيء. يعني شو فيها؟ والله ما بعرف. خلصيني استعجلي. يلا يلا سعيد. يا احمد يا احمد ورا معلم. طلبيه ابو خليل كفر سوساني جاهزه ولا لسه؟ يلا يلا راح اضرب معلمي. شو واقف عم تستنى روح اضرب؟ ما بقى الا يجي يروح. امرك امرك. الحمد لله رب العالمين. طمنيني ام سعيد، من شو عم تشكي مطيعة؟ ما عم تشكي من شي يا خانم، ما عم تشكي من شي، بنوب بنوب بنوب. لكن من شو داخت ومعادة صحية؟ مطيعة حبلة يا خانم. حبلة؟ ايه حبلة حبلة. الحمد لله اللي الله جبر بخاطرك يا مطيعة، وان شاء الله بتجيبي الولد اللي يحمل اسم اخي. صدقيني يا شهيرة خانم، ما عم صدق إني أنا حبلة. كتر خيرك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله كبير وكريم كتير كتير بعدي اسمه. ما في أكرم من الله يا مطيعة. لا 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 لا، ما تواخذيني يا خانم، والله من فرحتي بمطيعة ما قدرت أمسك حالي. بدي الحلوان. ها تكرم عينك يا أم سعيد. الحمد لله اللي الله جبر بخاطرك يا أخي، وهي مرتك هبلة، وإن شاء الله بتجيب لك الولد اللي يحمل اسمك. بعدي هيك نجاح بعدي هيك. مالك فوتة مالك فوتة. بعدي عني، بدي شوفه وبدي أحكي معه. أصلاً أنت ما عليك حكي معي. ليه؟ أنت كيف بتفوتي على هالبيت بهالطريقة؟ آه؟ خلاص طقر الحياة عندك؟ ولا ما أنت مرباية؟ ولا ما بتفهمي بالأصول؟ والله أنا مرباية وبفهم بالأصول، بس ما بدك تشوفي اللي عندك واللي عملتوه انتو. على شو بيدل يا بنت الحسب والنسب؟ اخي غلط، بس في مين عم يحاسبه؟ اما الولد يلي ببطن لوردة ما له ذنب. بعدين اذا كانت معنا قد تربايته كانت تستنى لحتى يجي، كنا نحن ربيناه. الولد اللي رح يتربى ببيتكم موتو احسن يا فهمية. مو على كيفك، الولد مثل ما عنده ام عنده اب، واثنيناتكم سوا بتحكوا بتقرروا اذا احسن له يعيش ولا يموت. الولد اللي ابوه مصحى رح يعيش كل عمره مطخي راسه بسبب عمايل ابوه الوسخه. ورده مظهر اخي، وانا ما بسمح لك تحكي عليه بهالطريقه. ومين سأل عنك؟ سمحتيلي ولا ما سمحتيلي؟ انا ماني سائله لا عليكي ولا على اخوكي ولا على عائلتك كلها. ايه مثل ما بدك، بس مظهره بتعرفي جنان، يعني هذا الحكي رح يكلفك كثير. عم تهددينا وانت قاعده بنص بيتنا؟ صحيح استحوا ماتوا. بعدين انتي عم تحكي عن الحياة؟ روحوا شوفوا حالكم انه انتو ما عندكم جنس الحياة. نقلعي من هون، نقلعي يا فهمية. اسمعي ليه، اذا بترجعي على هالبيت مرة تانية بهالطريقة رح خلي ابني يزتك بالحبس وما حدا يعرف عنك شيء. والله وطوبت السجن باسمكم كمان؟ ايه نتحاسب يا بيت غازي. نحن اللي بدنا نحاسبكم يا بيت الباقي المشنوق. شلون عرفوا يا ابو؟
شلون عرفوا اني نزلت الولد؟ شلون؟ الله لا يوفقها. ليش في غير ام سعيد الداية هي اللي راحت بلغتهم انك نزلتي الولد؟ لكي لسانها طويل قليل الترباية للتاتي. انا بعرف شلون شغلي بها. من وين اجتني هالشغلة هلا؟ من وين؟ يعني انت ليش متضايقة؟ لما نزلتي الولد ما كنتي اكلة هم حدا، لا اهلك ولا اهل جوزك. شو يلي صار هلا؟ ما بدي تنفضح القصة هلا، لأنه مو ناقصني وجع راس ومشاكل. والله يا مو انت غلطتي بتنزيلك لهالولد. هلا انا ما عم واقف لا مع عزمية ولا مع ابنها ولا مع بنتها. بس الولد لما بيكبر بصير لك عز وسند، وخاصة بعد اللي صار معك. الله يسامحك يا مو، الله يسامحك. خلاص يا مو خلاص. اللي صار صار يا مو، اللي صار صار. وحياة عينك يا مو. لبهدلة لأم سعيد بهدلة بحياة عمرها ما أكلتها. على الحالتين رح يعرفوا الناس مرت عمي، شنو ما في شي بتخبى بهالحارة. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. رح حاسبكن. رح حاسبكن يا بيت المشنوق، والله لا يخليني إذا ما بشنق لكم ابنكم كمان. إن شاء الله بشوفها مقتولة لأنها قتلت الولد. موهاممة، يخرب بيتها كل اللي عملته موهاممة. إن شاء الله ما بيعيش لولد. يا مو دخيلك، بس تطلعي تزوري لأخي قولي له يطلقها، ما بدنا مشاكل. بدي روح زوره وبدي أحكي له كل شي عملته. مظهر بيك شو بدك؟ معلم كنت عم قول بقالي انه ست الوالدة الله يطول لك بعمرها اذا بتلاقينا دوبارة تهربنا من هون هيك على المخفي، لا من شاف ولا من دري. الله يوجه لك الخير فيني بنص الليل مشان تقلي حكي بلا طعمة مثلك. خليني ليش حكي بلا طعمة؟ يعني شو فيه غلط؟ لأنه هذا الحكي كله ما حيصير. منحاول شو خسراني؟ لك ما في محاولة يا لقيتي محبوس بالقلع ومحروسة داير من دار والطير الطايرة بيوع منها، فهمت؟ روح 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 نام روح نام لحمى. مظهر بيك تصبح على خير. مظهر بيك استر على عرضك. ما فيها شيء يا ابو سليم. شلون ما فيها شيء يا شيخ؟ شلون؟ روح لعنده وقل له انا سامحتك. شي انت بتقبل يا شيخ عبد الرحمن اني انا اروح لعنده؟ هو لازم يجي لعندي ويعتذر مني، مو انا اروح لعنده. عمي ابو سليم انتوا اولاد حاره وحده ولازم تتصالحوا، ما حلوه. اخذ الشيطان ابو سليم ولا تكبرها. لك يا جماعه شفتوه شلون طلعني من بيته؟ كنتوا حاضرين كلياتكم، طلعني تقليع. شلون بدكم يعني ما ازعل منه؟ لك انا كثير زعلان منه. يا ابو سليم يا ابو سليم انت من كباريت الحاره ولازم تكون غير هيك. الحاره هلا قايمه قاعده ونحن لازم نعين مختار ليدير امور الحاره وامورنا.
لما عاجبك وضعنا هيك كل واحد عم يضرب من راسه؟ يا ابو صافي، انا المخترة كلها ماني طمعان فيها، ومن حيث اصله ما بدي اياها، بس انا متضايق من كلامه وما بدي حدا يفرض رايه علي. هاي كل القصة. اذا مشان هيك بسيطة، نحن مروح لعنده ومنتفاهم نحن وياه ومنجمعكم سوا ومنخليه يزيل هالخلاف هذا كلياته من شرشه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المهم شو قلت اخي ابو سليم؟ بتحب ندخل الصلحة بيناتكم؟ ماشي يا اخي ابو صافي، اذا هي رغبتكم ما راح نكون لا. ضل انا وابو عزو ولاد حارة، ماني حابب نضل زعلانين مع بعض. بارك الله فيك يا ابو سليم، بارك الله. الله يبارك فيك يا شيخ. اسمع تفضل شيخنا، تفضل نروح لعند ابو عزو نتفاهم نحن وياه. شرف ابو صافي، شرف. قوة الله يا رب. السلام عليكم. يلا عليكم السلام. السلام عليكم. السلام. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. والله شاهد احسن زراقة يا ابو حمدي. يلا السلام عليكم. بس اسال عم الله. عليك السلام. مع السلامة. طب محمود، عجبك اللي صار؟ لا والله ما عجبني. ما حلوة، ما حلوة بنوم. يا ابو عزو، يا ابو عزو، القصة كثير صغيرة ومانا محرزة، وابو سليم وافق على الصلحة. وبتم اولاد حارة وحدة ورابيانين سوا. امي حلوة تتخانقوا مشان هيك شغلة. ما هيك شيخي؟ مزبوط ابو صافي، مزبوط. بدنا نحلها بيناتكم. والصلح سيد الاحكام يا ابو عزو. لا حول ولا قوة الا بالله. جيتكم لعندي يا رجال عزيزة وغالية كثير. بس بصراحة أنا إلي شرط قبل ما أشوفه وقبل مصالحه. شرط شو أبو عزو؟ هلأ مو قلتوا إنه كل الرجال وافقوا إني استلم المخترة؟ بلا وافقوا، ما هيك شيخي؟ مزبوط، كل الناس موافقين على تسليمك المخترة، ونحن ما قلنا غير هيك. حامد بيخدمنا خير الله، حامد بيعرف دخلات وخرجات الحارة، ومنه بيساعدك ومنه بيساعدني. لك عم تسبق لك قداس، مو بتعرف إنه حامد محبوس مع مظهر بيك؟ الكومندان، الكومندان بيطالعوا مثل الشعرة من العجين بدون ما حدا يحس ولا حدا يدرى فيه. ترك لي اياها، بدي اقلب شوايط هالفكرة على جمر نافوخي على اقل من مهلي، وبعدين بخبرك. مشي. ام سعيد يرضالي على اسمك، بدي تروحي لعند سيام وتعرفي لي شو صاير بحالتها. يعني شو بده يكون صاير بحالتها؟ يا أم سعيد، المخلوقة اتطلقت وبدي أعرف شو صاير فيها بعد ما ترك ابني عزو. بيكون أبوه أخذها لعنده. إيه على الحالتين روحي لعنده، شو بتخسري أنتي؟ ما بخسر شي، بس ما تكوني بدك ترجعيها لابنك. ها لا يو، شو بدي رجعها أنتي التانية؟ بس حاسة إني غلطت بحقها وكسرت بخاطرها لما سكتت لما طلق ابني. بس هيك؟ إيه بس هيك. وفي شغلة تانية كمان. شو هي؟ خايفة تطلع حبلة ونحن ما عنا علم. لك يا عم عزو، لو كانت حبلة أنا كنت أول وحدة عرفت. إيه شو عليه؟ خلينا نتأكد. خبرك الحلو عن مطيعة إنها حبلة خلاني أتوغوش منها. ولا يهمك، هلأ بس أطلع من عندك رايحة لعندها على الحارة، وبدي أسألها إذا كانت حبلة ولا لا. إيه الله يوفقك. بس يا عم عزو، أنا بدي أقول لك شغلة، بنتك كاملة كتير تعبانة ولازم لها السخانة. لا أيوه، ألف الحمد لله تحسنت كتير. أبوها جاب لها دواء من غير حارة. أنا اللي علي حكيته تصطفله. أهلين أهلين صخر، اشتقنا لك. والله يا جناب الكومندان، القلوب مو قد بعضها لأني ما اشتقت لكم البنوك. لا 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 لا، ما بيصير هذا الكلام. انت لازم تشتاق لانه نحن بنحبك. سيدي ما بدي هالمحبة من اساسها. فخر، انت في معلومة لازم يعرفها، انه انت رح يموت. هذا الموضوع مو عندك، هي مشيئة رب العالمين.
شيء بدي أقوله. أنا رح أعطيك عرض، إذا أنت وافق فوراً بطلع من السجن. وشو هو العرض؟ ببساطة بدلنا على مكان مخربين. ها؟ ببساطة قلت لي. بدك إياني دلك على مطرحه مشان تقتله؟ لا صخر لا، أنا ما رح أقتله، أنا بس بدي منه ما يتقاتلوا معنا. الحقيقة صدقتك. ما صدقتني ما. لا سيدي ما صدقتك، وبحياتي ما رح صدق واحد من شكلك. ويكون بعلمك أنا ماني خاين لبلدي ورفقاتي لحتى دلك على مطرحهم وتروح تقتلهم مثل ما بدك تقتلني. ظريف ظريف ظريف، كتير كويس صخر. صدقني أنا بحترمك وبحب واحد مو خائن لبلده، بحترم هذا موقف. إيه ما بدي المحبة من أساسها، أنا عم بخدم بلدي مو مشانك، منشان تطلع منا أنت وكل واحد غريب فات عليها. بغضون صخر، بس نحنا ما رح نطلع منهم. لا رح تطلع، وإذا مو هلأ بعدين رح تطلع. ويكون بعلمك إذا أنتوا قتلتوني رح يجي ألف واحد بدالي قاتلكم. موغيس، تاخذ هذا الكلب تعذبه عذاب ما حدا شافه، وإذا مات خذوا برا. يا مخرف، على بالك على بالك. الحمد لله رب العالمين، وأخيراً حبلت يا ابن عمي. أنا حبلت يا أبو عامر، ورح جب لك ولد يحمل اسمك. ربي لا اعتراض على حكمك، بس شو كان صار لو إنه أبو عامر ما مات وشاف ابنه اللي جاي وحمله ورباه وفرح فيه وكبره. آخ يا أبو عامر، ما فينا نقول خير. الله يرحمك. فوت ولا خلصني، فوت دكتور. اسمعوا، لا بحب أقول لك إنه التعهد اللي كتبت لك يا أختي نفذك من السجن ماشي، بس إذا بسمع إنك نزلت ولد لمرأة بشنقك، سمعان؟ بشنقك. أول مرة وآخر مرة يا سيدي. روح على البيت. حروق حروق. الله يسامحك يا وردي، الله يسامحك. المخلوقة ما أنا حبلة وما أنا زعلانة على طلاقة من ابنك. يعني شو؟ يعني مو هامم هالشي ولا سائلة على حدا فيكم، ومثل ما قالت لي إنه جاية عريس ورح تتجوزه بس تخلص عدتها من ابنك. إيه الله يهون لو ييسر لها. هلا ما عاد ينشغل بالي منوب ولا عاد اسأل عنها. ما بتقصري. يلا وين؟ رايحة على بيتي بدي اطبخ. الله ييسر لك، مع السلامة. وأنا تحت أمركم يا مختار، إمتى ما بدكم باخذ المصاري مشان نروح لعند تاجر السلاح. شو مشان أشغالنا الواقفة يا مختار؟ راح نكمل كل شيء كنا عم نشتغله قبل ما يتوفى المختار وأبو عامر الله يرحمهم. الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم. وشو مشان العيال المحتاجة بالحارة يا مختار؟ كل جمعة راح نفتح هالصندوق
ونشوف شو في مصاري ونوزعها على العيال المحتاجة. وهالشي هذا رح يستلمه أبو سليم. حد عنده مانع يا جماعة؟ ما حد عنده مانع. بنوب بنوب مختار. مختار؟ شو من شان الأخراس؟ شو بقى الأخراس؟ لهلأ ما عم نلاقي له قرنة ينام فيها ولا شغلة يشتغلها. طول النهار قاعد عندي بالقهوة عم يكسر الكاسات ويكب السكر على الأرض. الله وكيلك نزع لي الشغل. طيب طيب. والله يا مختار أنا بشوف إنه الأخراس لازم ما يقدر عنه بالحال. خلينا نسلمه للكرجول. بركي بيلاقوا له أهله، يا أما بيلاقوا له شو صرفة. بس على القليلة لازم نلاقي له محل ينام فيه ولو موقت يا أبو سليم، لبين ما يلاقي أهله. مو هيك يا مختار؟ ماشي ماشي. أبو محمود. أمرك مختار. مين عم ينام بالبوايكية بالليل عندك؟ ما حدا. كتير منيح. إذا منخلي الأخرس ينام بالبوايكية من الليل للصبح بشكل مؤقت يعني، لبين ما نأمن محل تاني ينام فيه. أمرك مختار. راح أخذه من هلا على البوايكية. الله يسهل لك أبا. السلام عليكم. الله ما سلام. الله يهدي البال وييسر الأحوال يا رب. آمين يا رب العالمين. معناتها راح نجتمع كل يوم عندك مشان نشارب أشغالنا وأشغال الناس يا أبو عزو. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين بالشباب. تكرم عيونكم وإن شاء الله ما بيصير شيء إلا نكون كلاتنا موافقين عليه. بارك الله فيك يا مختار. تسلم يا شيخي. تسلم. تكلنا على الله. لكن خلينا من بكرة نجمع مصاري مشان نشتري سلاح ندعم في رجالنا. ماشي. شو عمي صياح؟ أمرني عمي. من هالليلة ما بدي الحارة يصير فيها أي شيء. فهمت علي؟ أنت وجميل تنطروها طول الليل. صار مختار. يرضى عليك يا صياح. حاكم غريمنا لسه ما مات. ها أمرك مختار. لليوم ورايح بتنام هون؟ ما بدي لاقيك بالحارة. عم تفهم شو عم بحكي؟ شو بدها؟ شو عم يحكيها؟ لا تكون بدك تاكل. ريتك تاكل هم قلبي. من وين بدي جيب لك اكل هلا؟ والله ما عندي. استناني لبكره وان شاء الله بجيب لك اكل ليوم الاكل. كمان عطشان. يا خرب بيته. اسمع، بدي اجي الصبح لاقيك بمكانك. لا تتزحزح. يبارك فيك يا مزه. ان شاء الله الف مبروك يا بي. ها هي خبريه حلوه. الله يبارك فيك يا بنتي ويرضى عليكي. ايوه من زمان كان لازم يصير هيك. قلت لك ما حدا بيلبق له المختار بهالحاره غيرك انت. الحمد لله الحمد لله. كل شيء باوانه حلو يا مزه. اقعد اقعد ابني، اقعد وارتاح لاعمل لك احلى عشاء. يلا تقبريني يا بنت المختار. تعي ساعديني. يلا. لا تعي، انا مرت المختار بمشي قبلك. حاضر يا امو. طبعا بدي طلع من الكراكون مشان ما ضرك. وانا بشو بدي اضر اخي؟ عملتك هي بحاسب عليها القانون لانك متجوزه وجوزك ما وافق لك. وشو بيقدر يعمل معي؟ بيرفع عليك دعوه، بيحبسك وبيدفعك مصاري. يعني بيقدر يحبسني؟ لا
طبعا الولد إله مو إليك. انت مو من حقك تاخذي قرار لحالك وتنزلي الولد، هو ما بيعرف ولا انا موافق. يبعث لي حمى، يبعث لي حمى. يا مبشير الله يوفقك، عجل وخلصنا منه قبل ما يعملها ويحبسها. انت شو فكرتيني يا ام، شو فكرتيني؟ ما رح خليه يحبسها، رح طلعها من القصه حتى لو شو يا ام. خلاص يا ام، انا بعرف شغلي منيح وبتمنى مظهر ما يرفع عليها دعوه. ان شاء الله ما حدا يقول له. انا مشان هيك طلعت الدكتور، لانه التهمه لابستها لبس والدكتور ما دخله. بدكم شيء امي؟ سلامه قلبك تقبرني. تصبح على خير. وانت بخير، سلم على مرتك. الله يسلمك يا رب. الله يرضى عليك. الله معك يا روح. ليش هيك انا عملت؟ ليش؟ ليش قتلت ابني؟ كله منك يا مظهر. لو كنت بتحبني عن جد ما كنت وصلتني لهون. لك واحد كان السبب قتل غازي أفندي وقتل المختار، وكان السبب بقواس أبو عامر، وبدك تروحي مع أم مظهر لعند أم بشير مشان تتوسطي لها وتصوت حقها؟ لك معقول؟ مجنون يحكي وعاقل يسمع. قلت لحالي من سايرة شوي، خطي المخلوقة زعلان كتير على ابنها. والناس اللي ماتوا لك مالهم أهالي يزعلوا عليهم؟ بلا لهم أهالي يزعلوا عليهم. لك سكري على السيرة وروحها معها. ما في عم تفهمي شو عم أحكي؟ أمرك ابن عمي، ما رح روح معه. أم عزو، ما بدي حدا يجيب معدلي بالعاطل ويقول إني واقف مع الباطل ومع الست عزمية مشان طالع ابنها من السجن، فهمتي؟ يبعت لي حمى ساعة اللي طلبت منك الإذن. يبعت لك 60 حمى إن شاء الله من تمك لأبواب السماء. مو معقولة، مو معقولة هالمرة. صوتك شو بدك تفضحينا؟ بدك ياني موت؟ شو اللي جابك انت وليد؟ طب وطي صوتك، وطي صوتك، وطي صوتك. لوين رايح؟ بدي اخذ عامر. لوين بدك تاخذه؟ بدي اخذه، امي ما عندي وقت للعي، بدي اخذ ابني وامشي. ما رح اخليك تاخذه والسما زنقة، ما بيكفي اللي عملته بامه ولي علامتك ان شاء الله. لا
خلصنا يا خلصنا العمش بترعي. ما بخليك تاخده والسما زرقاء، ما بخليه يتربى عند واحد ضلالي سراق مثلك. ابني وبدي اخده، انت شو دخلك؟ ما راح خليك تاخده شو ما صار. صوتك اعطي صوتي، اقسم بالله العظيم روحك بطالعه اذا بسمع لك حس. ماني ولا نفس. عامر يا بي، عامر يا بي لا تخاف، انا ابوك يا بي، بدي اخذك اشتري لك مضامينها، اشتقت لك كثير يا عامر. خانو سامعه كانه وقف ضرب رصاص. اي والله كانه. الحمد لله يا ربي، الله يشهد علي، قلبي كان حيوقف من رعبتي. يا لطيف يا لطيف، ولد ما له وجه. يا لطيف يا لطيف، ولد شوفي شوفي يا جماعه، شوفي شو هذا، لك شوفي منو هذا، لك منو هذا، ولد عامر اعطاكم عمره. عامر اعوذ بالله، شو جاب لهون؟ الواطي كداس كان بالحاره وكان بده ياخده يا مختار. كداس لساته هلا عايش؟ ايوه بس نسوي هلا، خلونا نخبر ست شهيرة يا جماعة. انا بخبرها مختار. يلا بسرعه بسرعه روح يا جماعة، ما حدا يقرب على جزء العدد بالشرطة، ما حدا يقرب. اي طبعا جريمة قوت الا بالله. يا لطيف يا لطيف، شو هذا البلا عليه، شو هذا البلا عليه، حدا بيقتل ابنه؟ شو قوت الا بالله، شو قوت الا بالله. يوه، مين بده يدق الباب علينا بهالوقت؟ ما بعرف، رح شوف مين. دخيلك لا تفتحي الباب، اسمعي بالاول مين. يا خانم. مين؟ انا ابو محمود. ابو محمود؟ شوفي شوفي
والله في خبر مو حلو يا خانو. خير شو صاير؟ ما سمعت الأقواص اللي صاير بالحارة؟ سمعنا الأقواص إيه، بس ما عرفنا شو القصة، شو صاير؟ الولد عامر نقتل يا خانو. شو عم تقول؟ عامر نقتل؟ ومين اللي قتله؟ كداس هو اللي قتله. كداس؟ قولي على أمك إن شاء الله، قولي على أمك. هاد عامر ابن كداس. ومين قتل مختار؟ جماعة خطافين أولاد فاتوا لبيت أهله وخطفوه وقتلوه لأنهم ما قدروا ياخدوه وعايش. يعني مو وسط اشتباكات؟ اشتباكات؟ بشير افندي، لو كان في عندنا سلاح ما كنا خليناه يموت ولا خليناهم يطلعوا عايشين. ماشي مختار، خذوها لعلى بيت ستو، بكره بنشوف شو بدنا نساوي. ماشي يلا شباب. لا اله الا الله، حنوا لبيت ستو بكره منطالع ومندفنه. يلا يلا تحركوا. الله يا شباب اجروا، شباب اجروا يا شباب. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. سيخ نار فات لجوات قلبي وكواني من وقت ما عرفت انه عامر انقتل. والله والله قلبي عم يتقطع عليه، قلبي محروم. شو بدي احكي انا يا شهيره خانم؟ كنت كل يوم حمه ولاعبه وطعميه واحكي معه اكثر من امه، شو بدي احكي؟ الله يرحمه ولا يسامح اللي قتله. الله يقتل يلي قتله بجاه نبينا محمد. الله ينتقم منك يا كداس. إن شاء الله بشوف فيك يوم. قداس وينه ابنك اللي رحت مشانه؟ وينه؟ عامر عطاك عمره. لا يا باطل، شو عم تحكي انت؟ كيف مات الصبي؟ والله ويلي اسمه الله،
لأخذ 100 روح بدل روحك يا عامر، واللي خلق الخلق لبزقهم الدم وأولهم هذا صياح. صياح هاد لازم يموت من زمان يا كداس. هذا موته على يدي، بدي اشرب من دمه. هذا هو اللي قتل ابني. وجعك وجعنا، واي شي بيطفي النار اللي جواتك على موتة ابنك تاخده من هالشوارب. انا من هالدكة بين ايديك، من ايدك هي لايدك هي، شو بدك؟ انا حاضر، بس بدي سود عيشته لأهل الحارة. وهذا اللي رح يصير لك كداس، هذا اللي رح يصير. وحياة عينك رح أعمل فيهم العمايل، ورحمة تراب ابني يلي ما عندي أغلى منه، وحياة دمه يلي نزل قدام عيوني لحتى نشف الدمع بعيون أماتهم، لحتى أشرب من دمهم واحد واحد. هدول مالن أهل حارتي، قتلولي ابني، داري عندن وأنا بدي إياه. اهدى لك قداس، اهدى. وحياة تراب ابنك رح أحرق حارتهم باللي فيها. بكرة بتقوله بالرجال. انطرني. قتلوا، ما حدا عرف مين قتل. زعلتيني عليه، بس يلا احسن له، منيح اللي مات. يو شلون احسن له ياما؟ مات ولا عاش مثل بعضها. اصلا هو كان رح يعيش حياه ذل لانه ما رح يعرف ابوه الحقيقي. والله ما عم بفهم عليكي. الولد اجى من غلط. فوزية ليش انشنقت؟ وأبو عامر ليش انقتل؟ والولد ليش ضل عند مكداس؟ يا مو هي تخبيصات عالم كبار. الولد ما له ذنب فيها. له ذنب ولا ما له ذنب، خلص عمره. فهمنا بقى، فاتحتي لي عزب البيت، بكفينا اللي فينا. لأنه زعلانة على هالموتة اللي ماتها. أخوكي أغلى من كل الناس. أخوكي اللي لازم يعيش، ومن بعده كل العالم يموتوا، فهمتي؟ إيه فهمت يا مو، فهمت. يا لطيف، مين اللي عامل هيك بالبوايتية؟ لك أحمد؟ أحمد؟ مين اللي عمل هيك؟ علمي علمك معلين. الأخ راس وينه؟ ما بعرف. أنا رح أعرف. فوت شوف لي الرزق شو ناقصه، تحرك ورتب لي محل لبين ما الاقي لك الأخ راس. يعني ما كان معهم سلاح ثقيل؟ لا سيدي، حتى ما كان معهم ولا بارودة. انت متأكد؟ ايه متأكد سيدي، بس جماعة ابو الرجا كان معهم بوريد وكتير كمان. انا مو شغلك، انا اسأل عن حارة. الحارة سيدي ما كان معهم غير فودة بس. شو في اخبار جديدة عن حارة؟ سيدي لهلا ما في شي، بس بوعدك انه بالايام الجاية جيب لك اخبار كتير حلوة وبتعجبك كمان. شوف، انت بتروح على الحارة، بتشوف بعينك صغير كبير بيتراقب كلهم، بتجيب معلومات تفاصيل كل شي لازم عندهم.
يا أمرك سيدي. لا لا روح روح روح. سلام. لقد تأكدت أن الحارة ما فيها سلاح سيدي. موريس لا تقول ما في سلاح. هاي حارة أهله بيجيب سلاح وبيخبيه ببيته. وسلاح ثقيل كمان. ونحن لازم يعرف كل هاي التفاصيل. سيدي العميل الأخرس مدرب جيدا ولديه خبرة كبيرة. أتمنى. نوع من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام سيدي، وأنا اتفقت معه قبل أن يخرج من السجن. بعرف بفهم عليك، بس هذا السجناء بس يطلع من السجن بيفكر بشي تاني براسه، بيفكر يطلع برات بلد. سيدي لقد عرفت ماذا يريد، ووعدته في الذهب الكثير، ووعدته أن أخرجه خارج البلاد بعد انتهاء المهمة. يعني رح تخليه يسافر برات بلد؟ طبعا لا سيدي، بل سأخرجه إلى كبره سيدي وقبل انتهاء المهمة. برافو برافو موريس. تفضلتي يا شهيرة خانم، انت ويا الوحيدين اللي اجيتوا تعزوني بحفيدي. سلامتي يا ريت. هذا اقل من الواجب يا عم قداس. رغم كل شيء صار، عامر عاش عنا 7 سنين، ربي كبر عنا، مو نحن اللي مننسى الخبز والملح يا عم قداس. من طول عمرك اصيله وصاحبه واجب يا شهيرة خانم. الحمد لله على كل شيء. ومشان نسوان الحارة لا تعتبي عليهم، كل وحدة ملتية بمشاكلها. وشوفت عينك الحارة قايمة قاعدة، وكل يوم مصيبة جديدة. الله يفرجها على الجميع. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما كداس فلازم ترباي. أخي بدك تضل هيك قاعد لحالك وما عم تحكي مع حدا؟ عتمي مالي طايق أقعد مع حدا، ولا حدا يقارشني ولا بدي أقارش حدا. لأيمتى أخي؟ لأيمتى بدك تضلك على هالحالة؟ عم تفهم شو عم اقول لك ولا لا؟ عم اقول لك مالي طايق قارش حدا ولا حدا يقارشني، تركني بحالي. مثل ما بدك، مثل ما بدك، رح بتركك لحالك، بس مو كثير، ورح ارجع اقعد معك واحكي معك. أنا دباحك يا صياح. شو علي؟ أنا السبب. أنا السبب بموت الصبي. شلون أنت السبب؟ أنا اللي قتلته. أنت اللي قتلته؟ شلون؟ شلون قتلته؟ مو بقصده مختار، مو بقصده.
هو كان عم يضرب كداس، وكداس كان حامل كيس معه. صياح فكر انه بالكيس في غراب مسروقه من الحاره، وصار اللي صار. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بس ليش لحتى كداس يحط ابنه بكيس خيش؟ والله ما بعرف. اكيد حطه بالكيس حتى يهربوا برات الحاره. لانه ندى المختار حط ابنه بالكيس مشان ما يلبكوا بالهريبه. ما في غير هيك، ما في غير هيك. معلش صياح، انت ما بتلام. اصلا شو بيعرفك انه الولد محطوط بالكيس؟ ولو كان يا محمود، انا قتلته بايدي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. استغفر ربك يا صياح على عملتك، استغفر ربك. استغفر الله العظيم. قوم عمي، قوم، قوم تيسر روح البيت. وانت جميل، قوم روح البيت، قوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مختار، ليش هيك صار مع صياح؟ علمنا علمك. قدر الله وما شاء فعل. انت لازم تكفر عن ذنبك يا ابني يا صياح. شلون بدي كفر عن ذنبي؟ انا اللي قتلته للصبي، بس والله العظيم بالغلط، ورحمه ابي بالغلط. لانك قتلته بالغلط لازم تكفر عن ذنبك وتدفع ديته لحتى الله يسامحك ويغفر لك. امي، انت ليش ما بتستلمي قضيه اخوكي؟ ما بتزبط يا امو، ما بتزبط. يو، شلون ما بتزبط؟ مو على اساس عم تدرسي حقوق؟ وانتي قلتيها بتمك يا مو، عم بدرس، يعني لسه ما بحق لي استلم شغل. ايوه مزبوط. شلون فاتتني هاي القصه؟ انتي ما بحق لك تشتغلي لحتى تتخرجي. ايه صحيح، بس عم فكر بشغله. شو هي؟ هلا نحن ليش ما بنحكي مع محامي هيك يكون شاطر ومتمرن وبيستلم القضيه لاخي مظهر؟ بتعرفي حدا؟ لا ما بعرف حدا، بس سمعاني عن حدا. مين هو وشو اسمه؟ قولي لي عليه، انا بروح بحكي له على قصه اخوكي، بركي بلاقي لنا شيء حل مشان نطلعه من الحبس. يا مو المشكله ماني متذكره لا اسمه ولا اي تفاصيل عنه، بس تركي لي اياها يومين وبجيب لك كل شيء. انا قايمه كل مجهود. حسبي الله ونعم الوكيل. وينك قداس؟ نحن بكره لازم نروح نكمل تدريباتنا على السلاح. ابو رجاء خلص بكفي تدريب، يعني صرنا بنحمل سلاح وبنقاتل وبنحارب. لا لا، ما عم بحكي عن السلاح العادي. انا عم بحكي عن الرشاش والذي منه. ايوه، شو عليه بنروح؟ بس انا هيك في شغله بقلبي حابب اقول لك اياها. قول قداس، قول، لا تخبي شيء جواتك. نار شاعلة جواتي يا أبو الرجاء. وشلون بدك تطفيها؟ بدي فوت على الحارة وأخذ الدار ابني. وينك لك قداس؟ اترك لي هالشغلة لالي وما بتكون غير رضيان. لا تطول علي يا أبو الرجاء، لا تطول علي، شنو ابني دمه لسه ما برد. وحياة عيونك لحتى تكون جسس مع بي الحارات والكلاب الداشرة عم تنهش فيهم. وبكرة بتقول أبو الرجاء وفعل. بدي اجي لاقيك ناكت البواكية وقاعد بالحارة، تفهمني؟ فهمت شو حكيت؟ قسما بالله اذا بيجي بلاقيك عامل شي بالبواكية لارفعك فلقة. كور كور ونام بكير، لانه بكره بدي اجي لاقيك فايق، عم تفهم؟
قدامي غير انه نسلم قضيته للمحامي. محامي؟ ايه، شغلة المحامي انه يلاقي له دوباره. يعني والله بصراحة ما بعرف شو بدي اقول لك يا فهمية. اخ لك انا ما بدي شيء، ما بدي غير ينفض من حبل المشنقة. ان شاء الله بيضلوا حابسينهم عنده كل العمر. ايوه، وانا شو المطلوب مني بقى؟ بدي منك تدلني على المحامي اللي استلم قضية بنته لأبو عزو. تتذكر لما انحبست؟ لك انا بعرفه اسمه الاستاذ فهمي، بس يعني انت ليش بدك اياه؟ مشان شو؟ يو شو منشان شو؟ شو اللي ساعتين عم بحكي؟ بدنا نوكله بقضية مظهر مشان يطالعه. ايوه، ان شاء الله هلا بعد شوي بدك تطلعي لعنده لحالك وتقعدي معه وتشقي سيار وتاخذي وتعطي. صبري شبك، عم حاكيك من الشرق بتجاوبني من الغرب؟ ما زابطة معي هي القصة، ما زابطة. بس أنا مضطرة. شو يعني بدك مشي كلمتك علي فهمية؟ سامحني، بس بوعدك إنه بس إجمعن هو أمي أنا ما أحكي بأي تفصيل. خليهم هنا الاثنين يتفاهموا مع بعضهم. مالي اللي بدك إياه؟ سداد، لقم، سدد، نار، الريح اللي بعده. يلا شباب، يلا يلا. سداد، بيضوا شباب، بيضوا. سدد، نار. لا والله شيء حلو. لك وصلت معك انك بدك تطلع لي اخوان من الحبس؟ مو انا يا ابن الحلال، والله مو انا. لك شلون يعني مو انت ولك صبري؟ شلون؟ شوف صبري، أنا هاد الحكي ما عاد يمشي معي بنوبها. وإلا وإلا شو؟ حكي مطير. وإلا خلينا نفك الشراكة اللي بيناتنا. ما وصلت بيناتنا مواصيل لهون؟ لا أخي، وصلت، وصلت وكبرت كتير كمان. وشكلك لازم تروح بحال سبيلك بقى. شو؟ ما عجبك كلامي ما هي؟ شو بك مطيع؟ صاحبك انا يا زلمه، روي علي شوي. استنى بس تنشوف شو بده يصير معها ومع امها. لا اخي ما بدي روي، ما بدي روي، ما عاد في رواق بيناتنا منيح. يعطيك العافية. الله يعافيكي. حضرتك المحامي فهمي؟ أنا المحامي فهمي، شو بقدر أخدمك؟ أنا سمعت عنك إنك محامي شاطر، وبصراحة أخي علقان بقضية كبيرة وبدنا نساعده ليطلع منها، وشو ما كلفت نحن جاهزين. طيب فيني أعرف شو اسم أخوكي وشو تهمته ومن أني حارة هو؟ أخي مظهر بيك، ما بعرف إذا سمعان فيه. إيه طبعاً طبعاً بعرفه لمظهر بيك، وبعرف شو تهمته، وحتى بعرف وين ساكنين أنتو. طيب معناته مو معقول نكمل الحكي قدام الباب. بكرة إذا بتشرفنا حضرتك وبنحكي بكل التفاصيل قدام أمي. إيه ما في أي مشكلة. ماشي، عن إذنك ناطرينك بكرة بنفس هذا الوقت. إن شاء الله بتشرف. بخاطرك. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أنت لك مرزوق؟ وين الغيبة لك مرزوق؟ قصة طويلة. الحمد لله على سلامتك مرزوق. الله يسلمك عمي أبو حشي. وين كنت كل هالمدة ولك يا بالحبس كنت عمي بالحبس. بالحبس؟ ليش شو عملت حتى أخذوك على الحبس؟ اتهموني تهمة باطلة وبس تحققوا منها طلعوني براءة. تهمة شو لك ابني؟ اتهموني إني ساري. الحمد لله اللي انقضت على هيك، والحمد لله على سلامتك لك يا ابني. الله يسلمك عمي، عن إذنكم. العمى والله هالمرزوق قصته قصتها. بس أنا ما صدقتها. وليش ما صدقته؟ يعني حابسينه كل هالمدة وما نو عامل شيء ما بتتصدق. يعني قصدك مرزوق حرامي؟ يمكن. مش الحال يا امو، مش الحال. حكيت معه قال بكره رح يجي لعنا مشان نتفاهم على كل شيء. كثير منيح والله. والله بس لحتى اطمن على اخوك انه نزاح عنه حبل المشنقه، لحتى قيم الدنيا على راس سعاد وبنتها الشرنه هي وكل اهلها. والله يا امو لهلا ماني مصدقه. مو هي هي ورده رفيقتي اللي كنت امن لها وسر لها؟ مو هي هي؟ قلبي مليان منهم يا فهميه، وخص نص هالشرشوحة اللي قتلت ابن ابني. بس والله لحتى طالع كل شي عملوه معي من عيونهم عامص. الله يسامحك يا مظهر، الله يسامحك. المشاكل منيحة يا مو، منيحة كتير. هيك بتخلينا نعرف مين اللي بيحبنا عن جد ومين اللي عم يكذب علينا. إن شاء الله تكوني صدقتي هلا إنه أهل الحارة بيكرهونا. بيكرهونا؟ بيكرهونا وبس؟ اي ما بيطيقوا الارض اللي بنمشي عليها. بيصير خير يا بيت ابو بشير، بيصير خير. المهم هلا قيامه، امتى بدك تروحي تزوري اخي؟ بس يصير موعد الزياره بدي اروح لعنده وخبره على كل شيء صار. هاي هي كل قصتي بالحبس يا معلم. الف الحمد لله على السلامه مرزوق. الله يسلمك يا رب. معلي انا بالعاده كنت اشتغل هون بالقهوه، فمعلي شيء من بعد اذنك بكره ارجع على الشغل. لك هذا الحكي بيبسطني كثير. يا سلام معلي. هذاك اللي قاعد هنيك من اول ما اجيت على الحاره وانا عم شوفه قاعد، مين هذا؟ هذا واحد اخرسه على البركه، مضيع اهله وحارته وبيطلب شاي ومليسه من الصبح للمساء. بده يضل عندنا بالحاره؟ كباريه الحاره اتفقوا بينات بعضهم انه يأمنوا له منامه واكل وشرب لحتى يلاقوا اهله او يبين حدا من معارفه. ايه الله يقدم ما في خير. امين يا رب. مرزوق قوم انت روح ارتاح منشان بكره تفيق بكير وتجي على الشغل. بس انا بدي اقول لك شغله ضروريه. تفضل. انه انا ما عندي بيت، والمعلم ابو راتب كان يخليني نام هون بالقهوه المسويات بعد ما سكرها. معناها بتضل تنام بالقهوه لبين ما تلاقي بيت تشتري او تستكري. روح الله يجبر بخاطرك يا رب. مرزوق. ايه انت جوعان شي؟ ايه والله جوعان. ايه قوم لك اهلا عند اللحام اقطع نص سرط اللحمه وخدوا على فرن صفيحه وقل له معلمي بحاسبك. الله يجبر بخاطرك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. شبك معلم؟ كأنك مو رايق مو على بعضك. مشغول بالي. بشو مشغول بالك؟ طلعتنا معصلجة. لا ما. لا قول غيرها معلم، غيرها قول يستر عرضك. هيك حاسس يا وجه نحس. فال الله ولا فالك. معلم دوزنها هيك، فكر فيها، حطها براسك، دورها، بركي بتلاقي لك دوبارة. خلص تركتي خليني اعرف افكر، بركي بلاقي تخريجي للورطه اللي ورطنا فيها.
والله 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 مخي وقف ما عاد اشتغل ما عاد اشتغل معلي. اما انا مخي لا شغال، لازم لاقي طريقه اطلع فيها من الحبس لازم. وانا لازم اطلع. وانا لازم. سيدي يستر على عمرك شو نسيتني. السلام عليكم علم سياح. وعليكم السلام عليكم بهجة. يا الله بطل. يا خانم انا اليوم سكرت كل الحسابات القديمه تبع التجار اللي كان فاتحهم المرحوم ابو عامر وهدول اللي زادوا. هدول كل الحسابات يا ابو محمود؟ يعني مالك نسيان حدا مالك محاسبه؟ الله وكيلك يا خانم هدول كل الحسابات، واذا بدك بورجيك الدفاتر. انا ما بدي اشوف الدفاتر يا ابو محمود، انا ما عم اخونك لا سمح الله. لا حقك يا خانم، امتى ما بدك دفاتر جاهزين؟ قلت لك ما بدي اشوفهم. بصراحه كمان يا خانم في شغلة لازم قلك إياها. شو هي يا أبو محمود؟ يعني في واحد آدمي مقطوع عم نيمه بالبوايكية وأنا انعجقت وما فضيت قلك. وشلون بتتصرف هيك تصرف وبتفوته على البوايكية وبدون ما تخبرني؟ والله ما دخلني أنا يا خانم، كباريت الحارة هن اللي اتفقوا ينيموه بالبوايكية. حتى لو كان ما بيصير تفوته على البوايكية، شو بيعرفنا مين هذا الزلمة؟ بركي حرامي أو كذاب، ما بيصير يا أبو محمود. من هالناحية لا تاكلي هم يا خانو، الزلمة على البركة وأخرس ومضيق أهله، أنا لو حسيته إنه مانو آدمي ما بنيمه بالبواكية، مو معقولة. مضيق أهله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اسمع شو بدي إلك أبو محمود. تفضلي يا خانو. خليه ينام بالبواكية، بس اللي بدي إياه منك كل يوم تشق عرزق، وإذا لقيت شي ناقص بتخبر كبارية الحارة، وإذا لقيت يعني محل تاني تنيمه فيه بيكون أحسن. حاضر شهيرة خانو، بدك شي تاني؟ لا سلامتك أبو محمود، يعطيك العافية. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. كما عم أقلك جميل، لولا قصة تفضل أخي. اسلم ويديك أختي. لولا قصة استشهاد رجال الحارة كان العرس لازم يصير من زمان، وبيني وبينكم أنا ما كتير اهتميت بالقصة بقى. كل تأخيرة وإلى خيرة، إن شاء الله على القريب نشوفك أحلى عريس يا صياح. عريس شو يا زلمه؟ تتهنى بالبيت؟ على حب النبي لا تذكرني. بألف يا ويلانا هلنا يا بعشرين ذهبيه هذا بمرعي. الله لا يوفقك. لك يبوسوا ايدكم وشو قفا، هذا الزلمه انا اللي بعرفه، بلها موطي وعينه ما بتشبع. ايوه. انا لهلا ما فرغت البيت ها. لا بدك تستعجل بهي القصه، لانه ابو مرعي مثل الزيبق ما بيمسك. والله عم تحكي درار يا صياح، هو هيك. هو هيك. تفضل. طفل بدت 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 جهز البارودة لشوف عمرك عمرك شوف الهدف وحبه عطية لا يا عتمة لا شو بك ركز يا عتمة ركز 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 الشيخ عم يقول انه لازم نشوف اهل الولد، يا اما بيسامحوني يا اما بنتفق على شيء بقدر انا ادفعه يا خانو. ومين هن اهله للولد؟ ابوه. قداس ابوه بالحرام يا صياح. طيب والمعنى يا خانو؟ يعني ما بيطلع له ولا بيحق له ياخذ متريك واحد، وانت ما بيطلع عليك شيء. بعدين نحن اهله للولد، ونحن اللي ربيناه، وانا من جهتي مسامحتك. وام قداس؟ ام قداس ان شاء الله ما بقصر معه، مصروفه كله على حسابي، من هون لياخذ الله امانته او ياخذ روحي. لا بعيد الشر عن قلبك يا خانم، الله يخلينا اياكي ويطول بعمرك. روح يا ابني يا صياح واستغفر ربك، انت ما كنت قاصد تقتل الولد. الله يطمن بالك يا خانم. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك.
لك شو قصتك اليوم لك عتمة؟ فضحتنا ما كنت تعرف تصوب منيح، فضحتنا قدام الضابط الفرنساوي. أنا بس اليوم ما كنت مركز كتير، شنو بالي كان مشغول. إيوة، وبشو كان بالك مشغول يا رئيس الحاكمية؟ شو بس رئيس الحاكمية بينشغل باله؟ كمان نحن عمي عنا همومنا ومشاكلنا. يروح من خلقتي، روح! أمرك أبو الرجاء، أمرك. أبو الرجاء، شو صار بقصة حامي؟ شو قصتك مع حامد لكداس؟ في شي مخبي على أبو الرجاء؟ بتحرمه؟ لا يا أبو الرجاء، حامد أنت ما بتعرفه مثلي. حامد رجال قبضاي ومعدل، غير هيك قلبه ميت. ايه؟ حامد بيكره أهل حارة القصب كره العمى، بستفيد منه؟ ايه خلص خلص، شو بك قعدت براسي؟ بس روح شوفه للكوماندان، بطلب منه يطالع حامد من الحبس، بس ما بوعدك انه يوافق. انت عمير اللي عليك، وان شاء الله يوافق الكوماندان ويطالعه. قول ان شاء الله. ان شاء الله. طيبين كثير اللبنات. الله يسلم دياتك. ان شاء الله صحتين. على قلبك. ام هاشم شو بدي اقول لك؟ الله يرضى عليكي. بتديري بالك على الولد منيح. ما بتخليه يطلع لقرني الا لحتى تعرفي وين رايح. ما بتخليه يتاخر. بتفهمي علي؟ لا تاكل هم ابن عمي. هاشم ابني مثل ما هو ابنك وبخاف عليه كثير. عليم الله بداري مثل العين الرمدانه يقبرني. لانه اللي عم بيصير بهالحاره صار الواحد بخاف على الكبار والصغار والابعاد والقراب. اي والله. بتعرفي انا عم فكر اخده معي على المحل يتعلم المصلحه. خليه يطلع رجال ويعتمد على نفسه. على المحل؟ لساته صغير؟ بعدين هو لسه عم يدرس بالمدرسه. مو صغير على المصلحة، بس أنا معك لازم يتعلم بالأول. مثل ما بدك تقبرني، بس أنت لا تزعلني. إيه؟ وشو بدي زعلي؟ بقصة إنه أنا ما عاد جبت أولاد. يمينة من السير يلا. وبكرة بإذن الله رح أروح أنا وعفاف لعند الخياطة أم عدلي مشان يعني نتفق معه حتى يكونوا الفساتين جاهزين لعرس عزه. يقبر قلبي بكير على جواز عزه، لأنه البنت لسه ما ولدت ولا خلصت نفاسها. مو بكير ابن عمي، يا دوبنا نلحق. ماشي الحال ماشي الحال. وبدي اياها تبلش لها بالفساتين لعفوفة. تقبر قلبي. لا، عفاف أجلي لي اياها لحتى ننسى موتة تبع عامر. يا ابن عمي بتكون غلطان كتير إذا بتأجل جوازة عفاف، لأنه انسمت عليه لصياح، الكل بيعرف إنه هي لصياح. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي الحال، خديها وفصلي للفساتين. الله يخلينا ياك يا حق. إيه من زمان قولها يا بي، من زمان. شو عزو؟ شو بك يا بي؟ لا من تمك ولا من كمك، كأنه العرس ما عرسك. شو بدي أحكي لأحكي يا بي؟ الحمد لله على كل شيء. مع أني كنت حابب أتزوج فكرية قبل ما تتزوجه لرشدي الله يرحمه، وقبل ما أتزوج سهام وطلقه. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما بتعرف يا ابني، أكيد ربك له حكمة لحتى أخر هالموضوع هذا. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. الحمد لله. الله يتمم لك على خير أخي. وشو من شان كاملة يا معزو؟ شبهها كاملة تقبرني؟ ليش ما عم تطلع تقعد معنا؟ ولي على قلبي ما عم تطلع من الأوضة إلا لتقضي حاجة. وإن شاء الله تحسنت عن أول؟ لسه، بس بإذن الله رح تتحسن. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. وينك يا صغيري؟ وينك يا حبيبي؟ والله حبيتك، والله كنت ناوي أكتب لك هالبيت باسمك يا عيوني. صدق يليها مرة ربي الثور ما فلح، وأنا ما عرفت ربيك يا كداس. روحت حالك وروحت فوزية وسوت وشي بين الناس يا ابني، سوت وشي
من أنت وصغير كنت تعبد المال وتعشق المال، بس إنه توصل فيك تعض الإيد اللي مدت لك بالخير، لا لا هذا كتير كتير كتير. صار ينضرب فيك المثل بالأب اللي قتل ابنه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الله يعطيك العافية يا أم سعيد. الله يعافيكي، الحمد لله صحتك كتير كتير منيحة، طمنتيني. الله يطمن قلبك. اطمني يا مطيعة، حبلك صار ثابت 100%. الله يبشرك بالخير ويجبر بخاطرك. ألف حمد وشكر لك يا ربي، ألف حمد وشكر. يعني معناتها مثل ما لي حاسبة، أنا شهرين بالتمام والكمال. مزبوط، حاسبتي أحسن مني. ولو، نحن من بعدك يا أم سعيد. يا ريت أخي كان عايش، كان فرح كتير. طول عمره يحلم يجي ولد، ولما مطيعة حبلي مات. الحمد لله على كل شيء يا خانو، الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة. الله يرحمك يا أخي، الله يرحمك. الله يرحمك يا أبو عامر. الله يخلينا جناب الكومندان ويعلي مراتبه لفوق لفوق لفوق. أهلين أبو رجا. كما أهل سيدنا بالأهل. شو في أبو رجا؟ ما في شيء سيدي، كله ماشي ومثل ما بدك كمان. أنت صاير عندك شيء؟ أعوذ بالله سيدي، شو بدي يصير؟ كله ماشي على أحسنه. يعني في خبر مو حلو؟ لا يا معلم لا، شو خبر مو حلو؟ نحن الحامض واللفان ما بنحوي، بقى كيف المو حلو؟ الله وكيلك كله عسل بشهده وعم ينقط كمان. أبو الرجاء، أنت ليه جاي لعندي أنا؟ سيدنا يعني أنا هيك قلت لحالي هيك بيجي لعندك هيك في خدمة صغيرة هيك، صغيرة كتير هيك، وبتمنى ما تردني خايب. قول. حامد شغيل مظهر محبوس بالقلعة سيدي. ايه شو بو حامد؟ لقطوه مع مظهر بيك. بعرف بعرف، انت شو بدك من حامد؟ يعني انا سيدي كنت عم بقول لحالي اذا هيك منفك اسره منطلعه من الحبس ومنجيبه لعند منا. يعني لوين؟ لعند منا. ليش؟ سيدي حامد واعتمد عليه، قلب ميت مو سائل على الدنيا، بعدين بيعرف حارته درخوشة درخوشة. شوف أبو رجاء، أنا بطالع حامد من السجن، بس أول في شغلة أنت لازم يعملها. شغلة واحدة يا سيدي؟ الله يسامحك، قول عشرة. أنت شاور بهي الصغيرة وقول يا أبو الرجاء ما بتلاقيني غير صرت عند منك، وأنا عمل لك شبيك لبيك أبو الرجاء بين إيديك. أنت اطلب وأنا علي الطاعة. في جماعة مخربين عم يوجعوني راسي أنا. سلامة راسك سيدي، لازم تأديبهم. منأدبهم سيدي؟ ليش لحتى ما نأدبهم؟ انت قل لي مين هن وبكرة الصبح بيكون خبرهم عندك أشي لفة. حارة العمارة كلهم، من كبيرهم لصغيرهم، لازم التأديب. وما في مشكل أبو رجاء، أنت إذا بيقطع راس واحد اثنين ثلاثة معلش بيتأدبوا من هلأ على طول. نقطع سيدي، ليش لحتى ما نقطع؟ الله لا يقطع لنا نسل. أمرني سيدي. دكوخ، اليوم حامد بيكون معكم. إيه ها؟ الله يخلينا جناب الكومندان إن شاء الله ويعلي مراتبك يا سيدي. اللي ماله كبير ماله تكبير، بدي أمرنا بشي سيدنا. مع السلامة. إن شاء الله هيك الله يعلي مراتبك وتصير رئيس فرنسا العظمى. قول آمين 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 آمين. ماذا تأمرني سيدي؟ أنت اليوم بيروح على سجن قلعة يجيب حامد. حامد؟ كيف أحضره مسيو؟ قول في تحقيق كبير لازم نعمله معه. وما هو التحقيق مسيو؟ سياسي.
دكوك ميسيو، احترامي. والعرس بعد الولادة بأربعين يوم بإذن الله. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله منفرح بعفاف يا رب. بوجودك تسلمي لي. نحن جايين لعندي مشان تفصلين تفصيلتين ما حدا فصل منهم بالشام كله. اي مو تكرم عيونك يا خانوم، على عيني. تسلم لي عيني. يعني معلومك انا ما عدت حي الله وحده بالحاره، انا هلا مرت مختار الحاره يعني، ولازم كون ارتب واحلى وحده بين النسوه. اي من طول عمرك هيك يا ام عزو، يعني ما تغير عليك شيء. تسلمي لي. يا معدليه خدي عفاف لجوا وخدي مقاساتها ونحن لاحقينكم. حاضر يا ماما. انتي تاخدي لي مقاس ضابط هامو شلون من كان. يلا قومي معي. ما تواخذيني يا ام عزو، الواجب كان اني اجي لعندك وبارك لابو عزو بالمخترة، بس مثل ما بتعرفي والله ما فضيت. بعرفك يا حبيبة قلبي، من يوم يومك صاحبة واجب وبتفهمي بالاصول، مو مثل بعض جماعة اي بيموتوا وما بيفهموا بالواجب ولا بيقدروا الناس. مين قصدك ام عزو؟ يو مين غير اصقائية بالحارة؟ يعني ام بشير. ليش شو عملت ام بشير لحتى عم تقولي عنا اصقائية الحارة؟ قلعت عزمية خانو من على باب بيتها. يو شو هالحكي؟ كل هذا صاير وانا ما عندي علم فيه؟ احكي لي ام عزو احكي لي. رح احكي لك. هذا يا ستي اما شو فستان رح افصل لك يا بياخذ العقل على قد ما انه حلو. ايه بدي اياكي تتوصي يا عدلي، بدي اياه يطلع احلى فستان بالعرس كله. ايه مو تكرم عينك. بس ما قلتي لي اخوك عزو شو كان بده بهيك جوازه من فكريه؟ يو ما اخي عزو رايدها من قبل ما تتجوز يا عدلي، وهيك الله بعدي اسمه قدر وكتب. ان شاء الله يا رب يكونوا من نصيب بعضهم البعض. الله يهنيهم ويوفقهم، وان شاء الله عقبال عرسك على صياح. تسلمي لي يا حق، الله يسمع منك. صحيح امتى عرسك؟ والله لسه مو مبين، تقولي لأوا حجة لحطي ما يصوب بها العرس. هلأ مو مبين إمتى ولا أنتي ما قلك خاطر بهيك جوازة؟ يو هلأ هذا اللي فهمتيه من كلامي، والله مالي مصدقة إمتى أتجوزوا لصياح. إيه ربي يوفقك. الله يسمع منك يا حق وعقبالي. علي هلأ إذا بتقلي شو جاي على بالك بقلك ناطف قلبي على أكلة قشي. وأنا جاي على بالي إنارك بدن ما تنسى بحياة أهلك. ليش معنا؟ حامد تعال. لا انت تعال يا قوم ولك فزع حيلك. هلا بيقولوا لك وطلع بالعالي معلم، استر على عرضك احكي لك كلمه. هلا قوم احسن ما كسر عظامك. ماني جاي معلم، هذا ممكن يشتيني مشان الله. اسمع لك شو القصه. خير شو في؟ لا تتدخل مصر. ايه بس يعني وين اخذينه الزلمة؟ لا تتدخل مظهر. ايه لسه ما اجي. يستر على انا ابو بحرك والله بحرك. مو ملاك مو شباب الله مو هم الدعمي تضرب بالراس. هلا هراني ضرب. لا تخاف لا تخاف سياده الضابط بوليس بيك والله لبيك. انا ايدي بالنارك. خلص يا ملاك. فيني اشوفه للكوماندان؟ لا اسمع شنو عن جد. جميل هون يا أختي؟ جميل مانو بالبيت يا أخي. وينو؟ بالشغل. إمتى بيرجع؟ والله ما بعرف، بس يخلص شغله بيرجع. الله يرضى عليكي، بس يرجع من الشغل خليه ينتظرني بالبيت لا يطلع. وش كان سألك عني؟ قولي له أبو مرعي سأل عنك. مين أبو مرعي؟ أبو مرعي يا أختي صاحب البيت اللي أنت ساكنتيه. إيه تكرم عينك أخي. الله يكرمك خاطرك. الله معك.
انت حامد؟ خدامك حامد سيدي، خدامك، بس يستر على عرضك لا تقتلني. لا لا ما رح اقتلك، بس انت بيعرف ليش انت هون؟ لا 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 والله يا سيدي، لا 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 والله، بس مستعد اعترف لك على اي شيء بدك اياه. يعني بتعرف ليش انا طالعتك من سجن؟ لا والله يا سيدي، هزوا بدني، هزوا بدني، كسر ايدي، شو ما كنت عامل. طيب انا رح اقول لك ليش طالعتك من سجن. ليش سيدي ليش؟ حامد انت واحد قبضاي، انا بيثق فيك، وشغلك بحارة قصب كان يعجب راسي. سيدي ومظهر بيك لحتى طالعوني السجن؟ لا لا، مظهر بيك شغله ما بيعجبني، بيحكي كتير، وناس بتكشفه قرار. الحق معك سيدي، والله الحق معك، هزوا بدنه وكان يشتغل شرمي غروي، والله العظيم كان يبعتني ويفوتني كل فوتي، الله وكيلك يا سيدي. حامد اسمع انا شو بدي اقول، افتح راسك وركز منيح. حاضر سيدي، فتحنا. انا رح ابعتك لعند صديقك كداس. حاولت اختي سيدي، حاولت اختي. ليش كداس عايش لساته ما مات؟ كراس لا بقى تقاطعني، بقطع لسانك. ولا حامد افتح هذا الراس، افهم شو بدي اقول. رح عيد من اول، وانت لازم يفهم. ابو الرجا اجا لعندي لهون. افتح حد ووصل لعندك. بقى هي هي كل قصة ابني يا أستاذ هون. يعني شو منقدر نعمل؟ وكيف فينا نساعده؟ ما بدي خبي عليك يا عزمية خانو، ابنك تهمته خطيرة كتير، وخاصة أنه متورط بقصص كبيرة وجرائم مع أكثر من حدا. لا لا، ابني ما قتل حدا، ما قتل حدا، صدقني. أنا مصدقك، بس القضاء ما أنه مصدقك، وخاصة أنه هو معترف اعترافات مدان فيها، لهيك الموضوع صعب كتير. إيه بس القصة ما لا مستحيلة. أنا ما حكيت أنه مستحيلة أو لا، لحتى أشوف الضبط والاعترافات اللي هو معترف عليها مع حامد. طيب و إمتى بدك تشوفهم؟ بكرة من الصبح بروح بشوف الضبط وبشوف القاضي، وشو بيصير معي بجي لعندكم وبخبركم. الله يخليك يا أستاذ فهمي، أنا مستعدة أعطيك اللي بدك إياه مقابل إنك تطلع ابني من الحبس وتخلصه من حبل المجنقة. يعني بدنا نحاول بأي طريقة نحلها لهالقصة بقى. بوعدكم نساعدكم للأخير بالإذن. الله معك، مع السلامة. عزبناك معنا. لا ولو، هذا شغلي. تفضل. مع السلامة. إن شاء الله ما يكون اعترف على كل شيء. يا رب. شو يا حامد؟ موافق؟ موافق سيدي، بس حال شو؟ حامد، أنت واحد غبي لهي درجة؟ أنت فهمت ولا أنا أرجع عيد من أول كل حكي؟ لا لا سيدي، لا تعذب حالك، لا تعيد ولا شيء. بس شو؟ في مشكل؟ يعني سيدي في شغله هيك حاطه اعلاتي بكفي، انه اذا رجال ابو الرجا وابو الرجا عم يشتغلوا معك، ليش لاروح انا اكون جاسوس عليهم الك؟ هذا مو شغلك انت، انت بيشتغل من تم ساكت، بيخرس، بيقطع لسانه، اي غلط بعرف انه انت عامله بشنقك فورا. لا سيدي، يستر على عرضك كل شيء للشنق، انا بساوي لك اللي بدك يا. هلا انت بروح بيشتغل مع ابو رجا، كل كلمه كل همزه كل حرف بيقولوه بين بعض انت بيسمع منيح وبيجي بيخبرني هون، مفهوم؟ امرك سيدي، بس بلا صغره ابو رجا وين هذا بلاقيه؟ في جبل شمال شام. بالمغارة اللي هي عرفتها سيدي. لا تكمل، لا تعذب حالك. أنت مجنون؟ أنا خدامك سيدي. رون إلي على عند أبو رجب.
تعال حارة قصر ما لازم حدا يشوفك أو يعرف فيك. يلا انقلع. شو؟ احترامي سيدي. شوفي موريس، مظهر بيك كتير زعلان منك سيدي كوماندان. عفوا؟ مظهر بيك زعلان؟